بسم الله. تحية لكل أسفيين والأسفيات بهذه المناسبة ديال اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر. خلدنا كلجنة ديال الحراك الاجتماعي بأسفي والجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان هذه الوقفة اللي هي تعبيرية وفيها أن الرسائل اللي كنوجهوها للمسؤولين بما تعيشه أسفي من تهميش ومن ردة حقوقية، سواء أن المواطن يتخبط في مشاكل يومية، سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية كالحق في السكن والحق في الطبيب والعلاج وكذلك في التعليم بالإضافة إلى الخدمات. هذه المدينة أصبحت تفتقر إلى كل المرافق الأساسية التي تدخل ضمن اختصاصات الدولة. لعل أسفي بتاريخها وبنضالاتها وبرجالاتها وبنسائها التي كانت هي نبع للحضارة وكانت تحتضن المستشفيات والمصحات والسفارات وغيرها للدول الأجنبية، أصبحت مرتعة للفاسدين والمفسدين الذين ينهبون أموال هذه المدينة مقابل تهميشها ومقابل فندقتها، أي إشاعة الفكر البدوي الذي يفتقد لأي مشروع حضاري مجتمعي. اللجنة المحلية لدعم الحراك الاجتماعي كتخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دو جنبير من كل سنة، وحنا كنخلدوا هذه الذكرى هذه وكنشدوا على التراجع يعني اللي وقع في الحريات بالمغرب من خلال المحاكمات السورية اللي كيعرفها المجال الحقوقي واللي كتمس الصحفيين وكتمس مجموعة من الحقوقيين أيضا. حقوق الإنسان لنؤكد عن غضبنا من التردي الخطير الذي تعرفه حقوق الإنسان بالمغرب والتراجعات في كل المجالات، بعد أن كنا نستبشر أن عهدا جديدا قد بزغ فشره، غير أن القمع الممنهج والاعتقالات والمحاكمات الظالمة والقهر ما زال جاثما على صدر المغاربة. هاد الوقفة اللي تنظموا اليوم هي احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، جينا تنأكدوا على المواقف المعروفة للجنة المحلية، وهي أن لابد من مجتمع الكرامة وحقوق الإنسان والحريات، مجتمع تحترم فيه كرامة الإنسان وأن لا تكون الحقوق مجرد شعارات تستهلك في مناسبات، ولكن لتصبح الحقوق والحريات واقع يعيشه المواطن في يومه وفي حياته الخاصة والعامة. والسلام عليكم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.